مبروك. الاهلي يقترب بشده من حسم الامور لصالحه. طبعا بنسبه كبيره جدا يا كابتن، بنسبه كبيره جدا مقارنه بمستوى بقيه الفرق او المنافسين تحديدا، يعني الاهلي افضل بكتير جدا من كل يعني من كل الفرق المشاركه في بطوله الدوري العام، امكانيات وقدرات واداء، تكتيكيا مدير فني على مستوى عالي، لعيبه جاهزه بشكل كبير بدنيا وفنيا. وافضل حاجه ان انت بتكسب في كل الحالات، صحيح يعني ده افضل ما في الاهلي في الفتره الاخيره، انك بتكسب في كل الحالات، بتكسب وانت ناقص لعيبه، بتكسب وانت بالبدلاء، بتكسب وانت حتى مش مريح، بتكسب بكل الطرق، تمام، بتكسب وانت طبعا فنيا عالي جدا، والمباراه الحاسمه اللي مع الفرقه الكبيره انت بتقدر تكسبها، صحيح. ودي اهم حاجه، صحيح. كان عندنا مشكله الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه، ان انت في المباريات المؤجله كانت بالنسبه لك هي المباريات الكارثيه، صح، تمام، مش مباريات الدوري الطبيعيه، لا، المباريات المؤجله بالنسبه لك اللي انت كنت بتعمل حسابك عليها ان انا عندي 5-6 ماتشات مؤجلين، فانا هكسب 3-4 منهم، فبالتالي انا هبقى على قمه الايه الدوري العام، فما كنتش بتكسب ماتش تعادل المباراه النهارده، نفقد نقاط، صح. انت ما يميزك السنه دي باختلاف عن الموسم الماضي انك بتكسب كل المؤجلات، مظبوط، الخصوم انت كسبت الخصوم، يعني كسبت بيراميدز وكسبت الزمالك وكسبت فيوتشر وعملت جيم حلو. انت عشان تكسب بطوله دوري مستريح اول حاجه بتدور على المنافس، انك تكسب المنافس، وده اللي عملته السنه دي بشكل كويس. الاهلي عمل السنه دي مباراه رائعه جدا، بس خلي بالك احنا في ماتش فيوتشر اتعادلنا فيه حتى لما كانوا هم 10 لعيبه واحنا زعلنا حتى، يعني ولسه معانا ماتش. انا بتكلم عن المنافسين بشكل عام، مش تحديدا كسبنا الزمالك فيوتشر تحديدا، يعني اقصد طبعا اقصد ما هو فيوتشر مش منافس على الدوري، يعني المنافس في الوقت الحالي هو بيراميدز، ده اللي انا اقصده، يعني انا بتكلم على يعني الفرق المفترض اللي قريبه منك انت بتعمل حسابك ليها، يعني فاهم قصدي، او الفرق اللي امكانياتها وقدراتها مثلا بتخليك مثلا، هل المباراه دي ممكن تبقى صعبه، المباراه ممكن تبقى سهله، ده انا بتكلم في الحته في الجزئيه دي. فالنهارده الاهلي بيكسب ويكسب بشكل جيد، بيكسب باداء قوي، بيكسب بفنيات عاليه. خد بالك يا كابتن، النهارده المباراه رقم 13 اللي بتكسب فيها 3-3، تمام، مزبوط. وده سكور يعني مش عايز اقول غير معتاد، ولكنه برده من الحاجات اللي تحسب للمدير الفني، تمام. وافكاره الهجوميه، انت برضو بتلعب افكاره هجوميه جيده، بتدي فرقتك بتوصل كتير جدا، عشان كده بتقدر تسجل بشكل مميز. النهارده مثلا مباراه لما لو انت جيت تحسب الفرص الضايعه النهارده اللي ليك او الفرص اللي تكاد تكون محققه، هتلاقي نفسك ممكن تخرج بنتيجه 6-5 اكتر على الاقل، ما انا بقول يعني 6 أو 5 على الاقل. فالنهارده انت بتوصل بشكل كويس جدا جدا كل مباراه، يعني كل مباراه بتوصل فيها. مباراه فاينل افريقيا انت بعد تسجيل هدف انت وصلت 3 مرات، كان ممكن تسجل فيهم هدفين او هدف على الاقل وتخرج بنتيجه المكسب. اذا انت عندك القدرات اللي تقدر توصل بيها انك تسجل اهداف، صح. تعامل اللعيبه مع الفرص احنا اتكلمنا عليه مرارا وتكرارا هنا في الاستوديو، قلنا يا جماعه انك لابد ان يبقى في تعامل بشكل يعني في تركيز كبير جدا جدا مع الفرص اللي بتتاح، لان مش في كل مباراه هتتاح لك 5-6 فرص، انت الحمد لله بتتاح الفرص، بتتاح في كل مباراه انت بتلعبها، عشان كده بتسجل الارقام او بتسجل الاهداف الكبيره دي من في كل مباراه انت بتلعبها. الاهلي على وشك انه يعمل السنه دي انجاز غير مسبوق. انت بطوله الدوري ان شاء الله هتكون البطوله الرابعه باذن الله تعالى ان شاء الله السنه دي، ان شاء الله رب. يعني ودي احنا بنتكلم فيها بنسبه كبيره جدا جدا، الرابعه كابتن عطا، الرابعه، انت كسبت الكاس وكسبت السوبر وكسبت، لا انت خدت 4 بطولات، دي الخمسه، دي الخمسه، دي الخمسه، احنا خدنا 4 بطولات قبل كده، افريقيا والسوبر والكاس وكاس مصر والسوبر الاولاني، احنا خدنا 2 سوبر، 1 كاس، صح، 2 سوبر، 1 كاس مصر، وواحد افريقيا، بطوله افريقيا، ودي الخامس، وعندك كاس دوري وكاس، وعندك سوري سوبر، عندك سوبر، عندك سوبر افريقي بالظبط، وعندك كاس مصر الثاني ان شاء الله، صح، بس مش عارفين اذا كان هيكمل امتى كاس مصر ده، ايا كان، فانت عندك تقريبا 6 بطولات السنه، 8 ممكن 8 تالي 6 يا كابتن، ممكن توصل ل7 كمان، انت لسه في كاس عالم انديه في شهر 12 تقريبا، لا سوبر افريقي، سوبر افريقي شهر 8 ان شاء الله، كاس مصر 7 الدوري 8 باذن الله تعالى ان شاء الله، الدوري الخامس، خامس، دوري 7، فانت على وشك ان شاء الله انك تعمل انجاز
غير مسبوق ما حصلش في اي فرقه في العالم يعني يمكن الفرقه بتاعت العالم كلها بتتكلم في خماسيات وسداسيات ورباعيات وكلام من ده، لكن انت النهارده السنه دي ان شاء الله على وشك انك تعمل انجاز غير مسبوق في العالم كله. صحيح الاهلي بيقدم كوره الحقيقه في اوقات كتيره جدا كوره ممتعه، ولو ما بيقدمش كوره ممتعه بيقدر يكسب، يعني ما بتبقاش خارج من المباراه زعلان، ساعات بتبقى مش مبسوط من الفنيات، ساعات بتبقى الفنيات مش عاجباك قوي، تمام؟ لان انت في الفترات الاخيره بقيت تحب ان انت عايز تكسب وفي نفس الوقت بتقدم اداء رائع راقي، لكن مش في كل الوقت هتعمل كده، برضو لازم الجمهور يبقى فاهم الحته انك مش في كل وقت انك هتقدم الاداء المطلوب، لان مباراه زي الكباتن اتكلموا على ظروف الماتش وجاي من نشوه وجاي من مكسب بطوله افريقيا واللعيبه متغيره ومدير فني كان واخد اجازه واللعيبه كانت واخده اجازه واللعيبه في المنتخب وانت عامل تجمع يعني يا دوب اتجمعت من ثلاث ايام فداخل على مباراة مع فرقة كمان يعني هم بيلعبوا النهاردة مباراة استعراضية شو. بالنسبة لهم تمام مباراة للشو فالمباراة راح في حتة تانية خالص بعيد عن اللي انت بتفكر فيه فكون ان انت تكسب وتكسب 3-0 ده نتيجة اعتقد جيدة من وجهة نظري الشخصية. المباراة اللي جاية مش هتبقى مباراة سهلة ومش هتبقى مباراة صعبة على الأهلي، أنا شايف بالإمكانيات والقدرات البدنية وأنا يعني بحيي كولر السنة دي والجهاز الفني طبعا إنك انت بتصل لشهر 6 بامكانيات بدنيه رائعه جدا 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 الحقيقه تحسب للمدير الفني وتحسب للجهاز الموجود انك انت خد بالك انت خلاص انت الفرقه كلها ابتدت يبقى عندها حاله من الهبوط في المستوى البدني كل الفرق بلا استثناء كل الفرق باستثناء النادي الاهلي هو الوحيد اللي عنده المعدلات البدنيه قويه جدا جدا ودي حاجه تحسب للمدير الفني والجهاز الموجود وحاجه طبعا يعني رغم ان احنا لعبنا اكتر طبعا بكتير يا كابتن طبعا أيوه. اكتر بكتير مباراه كتير جدا انت وصلت فاينل ولعبت كاس عالم وسوبر يعني والراحات اقل كمان والراحات اقل طبعا اكيد 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 طبعا يعني فده يخليك تبقى قدام جهاز بيفكر صح يعني بيعد الخطوات يا كابتن علي بيحسب لقدام ما بيبصش بس تحت رجله انا هكسب النهارده بفلان وفلان 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 بس وهشتغل ازاي بدني واضح ان الريكفري سريع جدا أيوة. واضح ان اللعيب بتعمل ريكفري بشكل جيد جدا 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 والا كنت هتلاقي في اصابات يعني الحمد لله ما فيش اصابات عضليه كتير عند لعيبه النادي الاهلي الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى يعني مش عايزين نحسد اللعيبه ولكن موسم رائع 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 في كل حاجه الحقيقه صحيح. فنيا وبدنيا النتائج البطولات الانجازات كل حاجه نتمنى ان شاء الله يكتمل الموسم باذن الله تعالى يعني وكل اللعيبه يعني تفنش الموسم بدون اي اصابات باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله ال- 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 الموسم ملتحم مع الموسم اللي جاي يا كابتن ايمن خد بالك وده الصعوبه او ده التحدي لمستر كولر انت عندك كتير كمان اه طبعا انت في شهر 8 قويه كمان شهر 8 هتلعب سوبر اعتقد في كاس بعديه على طول كاس مصر تمام وبعدين دوري وبعد كده هتخش الدوري شهر 9 لا وبعدين في حاجه اسمها الدوري السوبر الافريقي في منتخب كمان. في منتخب اعتقد شهر 11 شهر 1 في منتخب كتير في مش كده صح منتخب بس ده في كاس الامم الافريقيه بقى في شهر يناير لا بس انت عندك كمان في تجمع اعتقد 9 كمان انت عندك كتير انت عندك قبله كمان كاس عالم الانديه طبعا شهر 12 وفي 24 وماتش المنتخب شهر 9 9 صح كده في 9 عندك ارتباط في شهر 9 مظبوط انت عندك كمان حاجه يعني في لعيبه مش هتريح خد بالك يعني انت عارف بقى عندك كام لعيب دولي في المنتخب انت عندك تقريبا 9 لعيبه دوليه في المنتخب 9 لعيبه فانت قوام فرقتك معظمه موجود في المنتخب مصر فده معناه ان انت مش هيبقى عندك وقت للراحات السنه الجايه وده هيبقى تحدي كبير ده في كمان دوري السوبر الافريقي السوبر 8 الثمان فرق تقريبا الثمان الكبار الثمانيه الكبار المفروض ان هو يتعمل شهر 10 بس ده اعتقد هيبقى اربع ست ماتشات او اربع ايوه بس ده دوري كده صح ده دوري ودوري تقيل يعني اعتقد ثمان فرق تقال هم اللي فيه دي فيها جائزه كبيره جدا حوالي 8 ل 12 مليون يورو اعتقد يا كابتن هتلعب ثلاث ماتشات وسيمي فاينل وفاينل على طول يعني يبقى خمس ماتشات اعتقد اكبر جائزه هتبقى موجوده في البطوله دي بس هم لسه حته الراعي لسه لسه يعني لسه برضه بنشوف حته الشركه الراعي مظبوط صح لان خد بالك عدد الفرق قليل عدد الماتشات قليل فبالتالي انت برضه الحجم او القيمه التسويقيه للبطوله بقول لك يا بلال زي ما انت منتظر السعوديه موجوده في لا لا مش مؤكد لا لا مش مؤكد لا هو اتقال ان هي هتدفع 200 مليون يورو عشان مش قصدي فرقه في فرقه من السعوديه موجوده في البطوله لا نعم لا كابتن مش في فرقه في السعوديه ده دوري سوبر افريقي لا ده دوري سوبر افريقي دي مش المجمعه اللي فيها لا لا اسيا البطوله العربيه ده كان سوبر افريقي ده الثانيه دي كاس العالم للانديه لا 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 ده سوبر افريقي ففي ارتباطات كتير طبعا طبعا من ضمن الكلام